أمل أشعة تحليل مع الأشعة. دلال وش يسوي الواحد عند الطبيب؟ شو يطلب منه؟ أذكر شيء ينطلب منك تسوي. أنتم مش في سالفة قولوها في البيت. لا لا, 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 لا المشكلة أنا عاد لا تذكيرك المشكلة ذيك حلوها هناك. أنا عن برنامج بنجاو قولوا 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 بدون جان. أنا أقول لها لا تقولي لي وش قلتي لها بس قولي لي الجواب. مو احنا عشان قاعدين على شواذين زي العاده عشان كل هذا المفاوضات عشان جواب لازم مناقر انا وياها. واضح المناقر. ايه؟ اذكر شيء وعسى بس لا اهم شيء لا يصير شيء ضرب بالرجلين من تحت انا لا ما اشوف. لا لا الحمد لله احنا نقدر من كذا احنا نبرد النظرات. شيء ينطلب منك تسويه عند الطبيب وشو؟ الحين يقول اخلع ملابسك. اخلع الملابس وانت اخلع اخلع لا تخلع اخلع ها يا امل معاها معاها آه. معاها دلال معاها انت وش قلتي اخلع الملابس بس لا حول ولا قوه الا بالله اخلع ملابسك يا رجل اخلع خلع الملابس صح 180 علامه